وهرينا دولارات. ايه خلو يعني هو بيمخمخ لوحده يعني. وانا اقدر يا قلب الخليج انت. اللي هو الدولار بقى بكام دلوقتي؟ هو لسه ما بقاش، انما لما هيبقى هقول لك. فاهم حاجه؟ ثانيه واحده. اهلين وسهلين. ايه مشروع لبنى؟ لا والله ما بينفع هلا، ممكن بعد فتره لما نرجع نجي على مصر. سلام حبيبي. مع مين عم تحكي خيميشو؟ للجامعه الامريكيه، عايزانا في حفله الاسبوع الجاي. طبعا طبعا، ما المسائل هتفتح بقى وهتبقى هيصه. ده انا اعمل لكم مفاجاه الاسبوع الجاي يوم الاربعاء. ايه في صفة اللبن؟ في ايه؟ فرح؟ لا طهور. ده شغل استهبال يا حضرات. الوزاره مقلوبه وانا كل شويه بكنسل على معالي الوزير. ارد عليه اقول له ايه؟ اقول له ان الاداره في عهدك مش عارفه تقبض على شويه عيالنا الصابين. يا فندم ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. والله طب كويس يا اخويا انك قلت لي. امال احنا بنعمل ايه؟ وظيفتنا ايه غير اننا نقبض على شويه العيال النصابين دول في اسرع وقت ممكن؟ يا حضرات عمليات النصب زادت في الثلاث سنين اللي فاتوا 52%، واحنا ما وراناش بقى غير اننا نغير في العربيات ونطلع بالليل مع منى الشاذلي وخير رمضان ونصيف في الساحل الشمالي. طب تصدق بالله يا فندم؟ لا اله الا الله، انا ما روحتش الساحل السنه دي. عارف ليه حضرتك؟ لانه لم. وانا بضم صوتي لصوت سياده اللواء.